دخلت الاحتجاجات الشعبية في العراق أسبوعها الثالث، إذ شهدت محافظات المثنى وذيقار وديوانية تظاهرات للمطالبة بالخدمات وإطلاق التعيينات ومحاسبة الأحزاب الحاكمة. ففي المثنى تظاهر المئات من أهالي السماوة انطلاقا من منطقة الكورنيش باتجاه ساحة الاحتفالات، حيث مجمع الدوائر الحكومية وسط المدينة مطالبين بالخدمات وتوفير فرص العمل. وجدد متظاهرو المثنى رفضهم القاطع للوفد الذي ترأسه المحافظ، والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي للنظر في مطالب المتظاهرين، مؤكدين أن الوفد لا يمثل إلا وجهة نظر الحكومة المحلية وليس مطالب المتظاهرين أنفسهم.